بسم الله الرحمن الرحيم. ابقوا في منازلكم، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. عشية حلول شهر رمضان الفضيل، لابد من الإشارة إلى أن هذا الإيجاز سيعقد مرة واحدة في اليوم، وسيكون الساعة 5 من مساء كل يوم، لكي نتيح المجال للصحفيين وللمشاهدين متابعة آخر تطورات الحرب التي يشنها هذا الفيروس، هذا العدو الخفي على البشرية. وعشية حلول الشهر الفضيل لابد من التأكيد على ضرورة أن نجدد حياتنا مع الله، ففي هذا التجديد تفريج للكرب وصرف للسوء وكشف للضر. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، صدق الله العظيم. فأبواب السماء في الشهر الفضيل ستكون مفتوحة في وجه عباده، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى في الشهر الفضيل هي أعلى سمات هذا الشهر، والتقوى بأن لا يلحق الإنسان أي ضرر بنفسه، هذا الإنسان الذي كرمه الله على العالمين. ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. والتقوى تعني اكتساب المناعة، والتقوى تعني البقاء في البيوت. ولوذوا إلى ملاذاتكم الآمنة، ابقوا في بيوتكم حتى تكملوا التقوى. التقوى بالصحة والعافية، والتقوى من هذا الوباء الذي يتربص بالبشرية جمعاء. اسمحوا لي أن أقدم لكم معالي وزيرة الصحة لتضعكم في آخر تطورات الحالة الوبائية. شكرا أخي أبو بهاء. بداية أتقدم بالتهاني والتبريكات لجميع أبناء شعبنا بحلول شهر رمضان المبارك، متمنية من جميع أبناء شعبنا التقيد بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة بخصوص إجراءات السلامة والوقاية، وكل عام وأنتم بألف خير. سجلت 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، إحداها لممرض 30 من الظاهرية يعمل في مستشفى المطلع بعد مخالطته مصابين، و5 إصابات في حي الثوري ومخيم شعفاط وجبل المكبر داخل مدينة القدس. مجموع الإصابات في فلسطين يرتفع بهذا إلى 480 إصابة. لكن من الأخبار السارة في هذا الصباح أنه تم تسجيل 5 حالات تعافوا لمصابين كانوا يعالجون داخل المركز الوطني للتأهيل في مدينة بيت لحم ومركز حلحول الهلال الأحمر في مدينة حلحول، لترتفع حصيلة المتعافين في فلسطين إلى 92 حالة بعد تسجيل 18 حالة تعافي في مدينة القدس. عدد الحالات النشطة أي التي لا تزال مصابة بفيروس الكورونا
كورونا أي مريضة بكوفيد 19 يبلغ 384 حالة. عدد حالات الإصابة في صفوف الكادر الطبي يرتفع إلى 8 حالات. نسبة الإصابة في صفوف العمال ومخالطيهم هي 75% من مجمل الإصابات. العدد الإجمالي للفحوصات حوالي 27,000 فحص. عدد الموجودين الآن في الحجر المنزلي الذي تشرف عليه وزارة الصحة الفلسطينية هي 10,318 مواطناً ومواطنة. عدد الموجودين في مراكز العزل والعلاج التابع لوزارة الصحة هي 250 حالة، إضافة إلى 134 حالة في مستشفيات الداخل أو في الحجر المنزلي داخل الجدار. بالنسبة إلى عمل العيادات في الرعاية الصحية الأولية، لأنه كثير مواطنين بيسألونا، برنامج التطعيم كما تعلمون، برنامج تطعيم الأطفال هو مستمر منذ بداية الجائحة. اعتباراً من يوم الأحد 26/4 سيبدأ عمل العيادات في كافة المحافظات حسب الجدول الذي سينشر اليوم على موقع وزارة الصحة لتقديم كافة الخدمات، لأنه في ناس سألونا عن الأدوية للسكري والضغط، كله راح يكون إن شاء الله مبرمج، ونهار الأحد سيبدأ في عمل العيادات. أعزائي جميعاً من هذا المنبر اسمحوا لي أن أؤكد مجدداً أن هذه الجائحة كشفت عن روعة وتكاتف المجتمع الفلسطيني سواء في الداخل أو في الخارج، كذلك فإنها أكدت متانة العلاقة مع المؤسسات الدولية. بداية أود أن أشكر سيادة الرئيس محمود عباس الذي ليلاً نهاراً ويتابع كل لحظة من لحظات ويتابع كل الأعمال والنشاطات، وهو داعم كاملاً لكل إجراءات وزارة الصحة. كما أشكر دكتور محمد شتية الذي يسير خطوة بخطوة معنا ويتابع بكل الخطوات التي تمر بها وزارة الصحة وكل التوصيات والتعليمات التي تصدر. إضافة نشكر إلى كل من مد يد العون لوزارة الصحة لمواجهة الجائحة. نشكر اتحاد أبناء رام الله في الولايات المتحدة الأمريكية، رام الله فيدريشن ورام الله فاونديشن وأبناء رام الله، والذين لم ينسوا بلدهم حتى وهم يواجهون الوباء في الخارج في الولايات المتحدة، فقد تقدموا بتبرعا سخيا لوزارة الصحة بشكل عام ولمجمع فلسطين الطبي مستشفى أبناء رام الله بشكل خاص. كذلك فإنهم يتابعونا باستمرار ويسألون دائما عن الوضع في الوطن وعن احتياجاته. أشكر أيضا مؤسسة قلب الرحمة الدولية في الولايات المتحدة لتبرعها السخي لوزارة الصحة لمستلزمات كورونا. كما نشكر مؤسسة منيب وأنجلا المصري ومؤسسة التعاون، ونشكر صندوق وقفة عز على دعمهم ووقوفهم لجانب وزارة الصحة. نشكر المتطوعين من كافة التخصصات الذين يقدمون جهودا استثنائية مشكورة في ظل الجائحة. كما نشكر منظمة اليونيسف التي قدمت العديد من أجهزة تكثيف الأكسجين لوزارة الصحة لاستخدامها في مراكز العزل والعلاج في الضفة الغربية وقطاع غزة. نشكر مسبقا الوكالة التركية للتعاون تيكا على رزمة المساعدات التي سنستلمها ظهر اليوم الساعة 1 والتي تضم مجموعة من المواد الخاصة بالسلامة المهنية. شكرا لكم وحمى الله فلسطين وأهلها، والسلام عليكم. شكرا لمعالي وزيرة الصحة على هذا العرض. قبل الأسئلة، مثل ما يقال في اللغة أوعية المعاني، وللصامتين يقال بأن الصمت يكاد يصير لغة، وأحيانا الصمت أبلغ من الكلام، ويقال أيضا بأن الكلمة مثل الدمعة، إذا طلعت ما بترجع. عشان هيك دائما نعقم ألسنتنا حتى لا يكون هناك أي خروج لكلمات أو عبارات لربما
تلامس مواضع عدم الرضا لمن نحب. وبالتالي هناك اليوم فئة من أحبابنا، فئة الصم، الذين من عليهم الله سبحانه وتعالى بالبلاغة بلغة الإشارة ولغة الجسد لدى الأصحاء، لدى من أعطاهم الله نطق الكلام وبلاغة الكلم، فإن لغة الجسد تكاد تتجاوز بلاغة اللسان. الصم لغتهم تتجاوز بلاغة الكثير ممن أطلق الله ألسنتهم. في الأسبوع الأخير من شهر نيسان هو أسبوع الصم، وهذا الأسبوع يشكل احتفاء لهذه الفئة، والتي تشكل لغتها لغة الحلم والعمل والثبات والإنجاز. والحكومة تقوم بتقديم كل ما من شأنه لدعم هذه الفئة من أبنائنا، ونشكر كذلك في هذه المناسبة مترجمة الإشارة التي عملت معنا لترجمة المؤتمرات الصحفية لدولة رئيس الوزراء بلغة الإشارة، ونكاد نحن الدولة الثالثة بعد الكويت والسعودية في الاهتمام بهذه الفئة في هذا الأسبوع العربي للصم. هذه الفئة أرسلت رسالة لهذه المنصة، رسالة أسمعكم إياها في هذه المنصة. شكرا لهذه الفئة الغالية على قلوبنا والتي نعتز بها، والحاضرة حضورها الوارف في المشهد الوطني. كما قلت بأن هذه المنصة ستكون مع بداية الشهر الفضيل، واعتبار من يوم غد، سواء كان مع حلول الشهر أو عدم حلوله، اعتبار من يوم غد الجمعة سنكون الساعة الخامسة على هذه المنصة لنلتقي معكم ومع المتابعين الذين نرسل لهم كل تحية ومحبة وأمنيات السعادة والتهنئة بحلول الشهر الفضيل. بترك لكم الأسئلة، أنتم بتعرفوني بالصراحة والوضوح، وزي ما بتعرفون هذه منصة الشفافية والمساءلة ومنصة الحريات العامة، وهي مش موقف شخصي بقدر ما هو غطاء سياسي من أعلى الهرم السياسي، من المؤسسة الرئاسة، من السيد الرئيس، وترجمها بترجمها الحكومة، وأنا بعبر في هذه المنصة عن الموقف السياسي للدولة بضمان الحريات، صيانة الحريات العامة، لا تغول على الحريات العامة في كل شأن. وحالة الطوارئ كما أكد دولة رئيس الوزراء قبل أيام لن تستخدم في التغول على أي حق من حقوق الناس، هي استخدمت لمحاربة العدو الخفي كورونا، ولن تستخدم في المس بالقيم، قيم الحرية والكرامة الوطنية. وإحنا كلنا بنعتز، إحنا بننشد الحرية، ومن ينشد الحرية لا يمكن أن يصادر هذه الحرية عن أحد. 2، هذه القضية أثيرت صحيح، وأنا تواصلت بتكليف من دولة رئيس الوزراء بتسوية هذه القضية، وتحدثت مع الأخ نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر اللي كان عند الأخ أحمد عساف أبو قيس، وتم تسوية هذه القضية بروح المحبة اللي بتسود على هذه المنصة. كل قضايانا نحلها، في خلافات في كل المجتمعات بتصير، ولكن لا، لم يتم توقيف الراتب ولم يتم إجراء أي عقاب تجاههم، وكل ما يتم هو إجراء إداري داخلي
وتم معالجته وتعقيمه بما يرضي الأشخاص الذين يعني طالهم هذا الحديث. وأؤكد لك لن يقطع الراتب عن أحد، ولن يحاسب أحد بقوانين مهما بالحريات، ولن يمس أحد، وهذه بتوجيهات عليا. نحن نتعامل مع أبناء شعبنا بمسؤولية وطنية، ولا نتعامل بمواقف شخصية أو ضغائن شخصية. نسمو على أي شيء، هذه مؤسسة وطنية، والأخ أحمد عساف رجل وطني ومسؤول ويعرف هذه التقاليد الوطنية والقيم العالية اللي إحنا بنسعى لتحقيقها، وبنقدم التضحيات من أجل بلوغ الحرية والكرامة الوطنية، واللي هي بتشكل أساس لنضالنا الوطني حتى ينتصر الوطن على الاحتلال وتنتصر الأرض على الاستيطان. الضمانة هو الاتفاق، هناك اتفاق بين الحكومة ممثلة بوزارة العمل وكل القطاع الخاص، وأي خروج عن هذا الاتفاق لن يكون مقبول للحكومة، بحب أقول لك يعني، وسيتابع مع جميع القطاع الخاص، ولن نسمح بأن يلقى الموظفون الذين رفعوا على أكتافهم تلك المؤسسات في زمن الرخاء بأن يتم الاستغناء عنهم في زمن الوباء. هذا ليس من الأخلاق الوطنية، بأن نتخلى عن موظفين وعاملين أسهموا معنا في رفع المؤسسات عندما جاءت الجائحة، نتخلى عنهم. وأعتقد أن الحكومة ستتابع الأمر من خلال وزارة العدل. شوفوا يعني هي الأدوية موجودة، في جزء منها يعني في إدراج العطاءات لتوصل، بس تعرفوا مع بداية أزمة كورونا صار في إشكالية بالتنقل الاقتصاد، يعني حتى التنقل المواد بين دولة وأخرى، ومن ضمنها الأدوية. فإحنا اللي عم نعمل حثيثا حتى تصلنا الأدوية، هاي جزء منها أدوية مش موجود، يعني لا تصنع محليا، فبالتالي يجب أن نستوردها من الخارج. وكان في هناك عقبات مع إجراءات كورونا على مستوى عالمي، فإن شاء الله بتوصلنا. ما تهيكوا لهم، إحنا متابعين هذا الوضع وإن شاء الله ننهي كل هاي الأزمات. شكرا. يعني أنا لا أضمن لك عدم التكرار، حتى أكون صريح معك وواضح، أنا لا أضمن عدم التكرار، لكن أضمن لك المعالجة الحكيمة بالحرية وبالقوانين. إحنا دولة، هذه دولة تقوم على القانون. لا أضمن لك عدم تكرار مثل هذه الأخطاء التي تقع في المؤسسات وين ما كانت تقع، لكن أضمن لك أنها تعالج بروح المحبة وبالقانون. نحن دولة قانون فقط. الدين حق في ركابنا، والحكومة ما بتدير ظاهرة عن دين عليها، وتلتزم بكل ما هو مطلوب منها، ولكن تعرف أن الحكومة كم هي الأعباء التي تثقل كاهلها في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي نعاني منها. الديون هذه متراكمة من سنوات ما قبل الحكومة ومن سنوات ما قبل الكورونا. فنحن نقدر هذه حاجة المؤسسات اليوم لإسعاف حالها بمبالغ، ولكن أيضا أوضاع الدولة في هذه الوقت يعني ليس خافيا على أحد، ولكن هذا التزام من الحكومة أنها لن تتراجع عن ديون، وسيتم التعامل مع هذه المطابع من قبل وزارة التربية، سيتم تعامل إيجابي، وهناك توجيهات من دولة رئيس الوزراء لوزارة المالية وللتربية والتعليم بضرورة التقطير على الأقل، يعني تحريك العجلات لهذه المؤسسات لكي تستطيع أن تقوم بواجبها رغم الظروف الصعبة. وبنجاوب عليك ونرفض الحجب مين مكان يكون هذا الحجب، وأصدرنا بيان برفض الحجب، وأعتقد أن هناك عمل، والحكومة أصدرت بيان واضح بأنها لن تحجر على صوت ولن تحجب كلمة ولن تحجر على رأي، وبالتالي هذا موقف حكومي، ورأيك وصوتك مسموع في هذه المنصة أعلى من أي موقع آخر ممكن يكون مش مرئي، وبالتالي نحن نمارس الحرية بالذخيرة الحية من خلال أصواتكم ومن خلال أسئلتكم الجريئة. وهذا لا يعني أنه إحنا نوافق على أي حجب، وإذا كان في هناك أي حجب إحنا ضده، وسنعمل على فك الحجب عن أي موقع أو أي مكان أو أي صحيفة أو أي صوت يمكن أن تتعرض. ونعود دائما ونؤكد هذه الحرية، هذه الحكومة تحتنق مبدأ بأن الصحافة تفقد تأثيرها إذا فقدت حريتها،
ولذلك احنا فاتحين هذه المنصة حتى تسألوا الأسئلة الصعبة للحكومة وتجاوب عليكم بصراحة وبشفافية وبوضوح. شوفي موضوع الشكات هذا موضوع يتعلق بسلطة النقد بالبنوك. للأسف هناك بعض من هم مقتدرون الذين لا يدفعون هذه الشكات، وطالما هناك الرواتب مدفوعة للموظفين الحكوميين وللمؤسسات لم تتأثر بعض رجال الأعمال الكبار الذين لديهم أموال، لماذا لا يدفعون الشكات؟ هذا واجب. اسمحي لي، هذا ينظم حتى لا ما تروح بين الرجلين وما يذهب، يعني تذهب الأمور بحرية سائبة في الأموال العامة وحق للناس. هذا حق، لا يجوز أنه نستغل الوباء لعدم الوفاء. هذا زمن الوباء، يجب أن يكون أيضا زمن الوفاء بالحقوق وبالعقود، وما حدا يستغل زمن الوباء حتى لا يوفي بالشكات. والشكات علينا أن نوفي بالتزاماتنا، وأنا علي شكات دفعتهن تبدأ كلكو يعني. اللي ما معه شك، اسمحي لي، اللي ما معه هاي فئة وبنعرف ضروراتها، نعرف حاجاتها، بس اللي ما بدفعه مش اللي ما معهم، اللي ما بيلتزموا، اللي ما بيوفوا بشكاتهم هم اللي معهم. اللي ما معه يجي عندي وكل لي ويخبرني، وإحنا الحكومة مستعدين نسمع ويثبت، نعم يثبت إنه ما معه إحنا بنعالجه، بس اللي معه اللي بمتنع. اللي ما معه والله ما سمعت ولا واحد من اللي ما معه ما دفع، كل اللي تحبوا أموالهم من البنوك هم اللي معهم. إذا حدث أي خطأ سيعالج. وطرود غذائية ما حدا يعتقل حد على طرود غذائية، إحنا بنشكره اللي بوزع طرود غذائية، بنقدم للشكر. إذا في سوء فهم في رقبتنا تخافش. نعم، بالأمس كان عندنا اجتماع مع منظمة الصحة العالمية وتواردنا إحنا وياهم بالنسبة للتعافي وللنكسات، يعني في ناس بكونوا يعني تعافوا ورجعوا انتكسوا. البرسنتج النسبة المئوية اللي عندنا يعني متماشية مع النسبة المئوية العالمية، لكن أنا بحب أحكي لكم إنه إحنا لا نزال مرض كوفيد قيد البحث على مستوى عالمي، ونحن عندنا جلسات كل أسبوعين مع منظمة الصحة العالمية ومع الصينيين CDC في الصين حتى نعرف ونسأل ونستودع عن بعض القضايا ونشوف حالنا في فلسطين إحنا ماشيين ومتوائمين مع المستوى العالمي. نعم بالنسبة للشفاء، نسبة الشفاء من بين نسبة الإصابات ونسبة الانتكاسات من بين نسبة الإصابات هي متوائمة مع النمط العالمي. شكرا. شكرا لرسالتك، وصلتني رسالة من الإمارات وأنا راح أوصلها لدولة رئيس الوزراء، وهناك توجيهات من سيادة الرئيس لوزارة الخارجية بأن تقوم بكل ما تستطيع لضمان إجلاء أبنائنا من جميع دول العالم، ولكن حركة الطيران مشلولة، لا نملك نحن تحريك حركة الطيران، ولكن وزير الخارجية يتابع باهتمام كل العالقين في دول العالم. في الأردن الشقيق هناك جهود كبيرة أيضا تبذل، بحب أبلغه ووزير الخارجية تحدث عنها، وهناك جهود كبيرة تبذل لضمان عودة تدريجية للعالقين في الأردن تحديدا، ونأمل أن يكون ذلك قريبا. والشكر موصول للحكومة الأردنية على كل جهد تبذله في سبيل تسهيل مثل هذه القضية، رغم معرفتنا الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة والإجراءات والتدابير الاحترازية التي تقوم بها لمواجهة هذا الوباء. شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا.